شارك سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ممثل وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع 33 للاتحاد البرلماني العربي يوم أمس الأول في بغداد عاصمة الجمهورية العراقية الشقيقة، حيث تم خلال الاجتماع الإعلان عن فوز مملكة البحرين بجائزة التميز البرلماني العربي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب وأهلا بك معنا في نشرة الأخبار. بداية نبارك لمجلس النواب هذه الجائزة ونتحدث عن أهم ما تم مناقشته خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي. مساء الخير، أشكركم على الاستضافة في نشرة الأخبار. طبعا من أهم مجريات الاجتماع هو الحديث عن الانتهاكات المستمرة في فلسطين المحتلة وتحديدا في غزة ومنطقة رفح مؤخرا، ومطالبة الاتحاد ومنظمة الأمم المتحدة في مقدمها مجلس الأمن الدولي بأن يكوننا أكثر عدلا في التعامل مع القضايا والوضع الإنساني والكارثة الذي يحصل في غزة وفي منطقة رفح بالذات، والزام سلطات الاحتلال الصهيوني بوقف سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير القسري. وفيما يتعلق بالشعب البرلماني لمملكة البحرين، فقد فازت مملكة البحرين بجائزة التميز البرلماني العربي من خلال فوز من الفئة الثانية، فوز سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب في الفئة الثانية والخاصة بالأعضاء البرلمانيين العربية، وفوز سعادة المستشار راشد محمد بنجمة الأمين العام لمجلس النواب في الفئة الثالثة والخاصة بالأمناء العاملين للبرلمانات العربية. كما وافق الاتحاد البرلماني العربي على اختيار الجزال لرئاسة البرلمان العربي بدءا من الاجتماع القادم والذي سيكون في الجزائر، ووفقا أيضا على تولي سلطنة عمان منصب الأمين العام بدلا عن الأمين العام اللي كان من المملكة الأردنية الهاشمية. ونتمنى التوفيق للأمين العام من سلطنة عمان، كل التوفيق في اتحاد البرلمان العربي. هذا ما جاء في جدول أعمال الدورة 33 للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي المنعقد في بغداد في جمهورية العراق. شاكر لكم على الاستضافة. نبارك لكم مجددا حصول مجلس النواب على هذه الجائزة سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.